تخيل انت ولا انت يكون عندك جوج اباء، واحد يقول لك قرا مزيان باش تشد شهاده باش تخدم في شي شركه واعره، لكن الاب الثاني كيقول لك لا خدم وخطط وفهم كيفاش فلوسك كدور، ومن بعد شوف كيفاش دير تخلي ديك الشركه كلها تولي ديالك. شي حاجه صعيبه ياك؟ ايوا راه هادشي بالضبط ولا تقريبا اللي وقع لروبرت كيوساكي، في حين ان كان عنده بال حقيقي لاستاذ جامعي، في حين ان الاب ديال صاحبه اللي حتى هو كيعتبره باه راجل اللي خرج من المدرسه بكري ودار مشروع خاص به. ولكن الشيء اللي غادي يفاجئكم من بعد هو ان هذا الاستاذ الجامعي غادي يسميه في واحد من الكتب ديالو بالاب الفقير. اما الاب اللي انقطع على الدراسه في سنوات مبكره ودار مشروع ديالو خاص غادي يسميه بالاب الغني. وما دام ان هذا هو الفيديو الاول في سلسله فلسفه المال، ما فيها بس نعرفكم على روبرت كيوساكي. ومن سمية باينة باللي السيد إما ياباني ولا عنده أصول يابانية، وهذا الشيء صحيح. روبرت كيوساكي هو رجل أعمال ومستشار مالي مشهور، خدم مع شخصيات كبار في العالم ديال الأعمال ومن بينهم دونالد ترامب، وهذا الشيء بالضبط اللي غادي يخلي روبرت كيوساكي الشخص الأمثل باش تاخذ منه المعلومات المتعلقة بإدارة الماليات ولا المال بشكل عام. وممكن شي حد منكم يقول مع راسه راه خاص يكون واحد المبلغ كبير ديال المال عاد نفكر كيفاش نتعامل معاه ولا كيفاش ندير ليه الإدارة، وهذا الشيء خاطئ تماما، لأن الشخص اللي ما قادرش يخدم 100 دولار ولا يدير ليها الإدارة راه هو نفس الشخص إلا عطيتي 1000 دولار غادي يوقع ليه نفس الشيء. هذا الفيديو ما هو إلا تقديم لأحد أهم السلاسل في القناة واللي هي التربية المالية، واللي غادي نحاولوا نعرفوكم على شخصيات ناجحة واللي تأثير كبير في هذا المجال، أمثال روبرت كيوساكي، تيهارف إيكر، وبعض الكتب اللي غادي يفيدوك بشكل كبير بحال كتاب الأب الغني والأب الفقير ولا كتاب أسرار عقلية المليونير. وخاص بالضرورة نوضح واحد النقطة واللي هي أن الأب الفقير الكاتب كيهضر على باه الحقيقي واللي هو في الاصل استاذ جامعي، وكيف ما كنعرفوا جميع الدخل ديالو مرتفع مقارنه مع باقي الاجور. حتى لهنا غادي نكونوا كملنا التقديم، وعندي لك سؤال قبل ما نسالي هذا الفيديو، شنو هي اهميه المال في الحياه ديال الانسان لكن بالنسبه لك انت بالضبط وماشي بالنسبه لواحد انسان مشهور؟ ولا شاهدتي الفيديو حتى لهنا هذا الشيء كيعني باللي الفيديو عجبك، داكشي علاش ما تنساش دير لينا لايك وتشترك في القناه باش يوصلك اي جديد، وشكرا لك على المشاهده ونشوفك في فيديو جديد إن شاء الله.